بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنه القرآن الكريم حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. به تحيا أرواحنا وتسمو أخلاقنا، ومنه نستقي منهج حياتنا. إنه العروة الوثقى، به نستمسك والهدى منه نلتمس. نغرس في النشأ تعاليمه السامية وقيمه السمحة، ونسعى لبناء مجتمع رباني أساسه ومرجعه للقرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أملا في نيل الخيرية خيرية من تعلم القرآن وعلمه، وطلبا للدرجات العلى عند الله عز وجل يوم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، شاء الله أن يعقد ثلة من المؤمنين في هذه المنطقة العزم على إنشاء صرح تعليمي يخدم كتاب الله تعالى، ويكون محضنا إيمانيا للراغبين في تعلم القرآن الكريم حفظا وتلاوة وإتقانا وتخلقا بأخلاقه الفاضلة. فكان بتوفيق الله عز وجل ومنه معهد الرسالة لتحفيظ القرآن الكريم، آملين من الله عز وجل أن يكون مدرسة قرآنية متنقلة عبر الأجيال، تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها أجيالا قرآنية مقبلة على كتاب ربها، رعاية وحفظا وتلاوة وتدبرا وعملا وتعليما. بداية الفكرة: زيارة ثلة من المؤمنين لمعهد نافع لتحفيظ القرآن الكريم بباريس. زيارة الشيخ إبراهيم بن طاهر مقر جمعيتنا، فكانت فرصة للتحفيز ورفع الهمم والاستفادة من توجيهاته ونصائحه المباركة. التسجيل والالتحاق بمعهد نافع للقرآن الكريم قسم الدراسة عن بعد. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ما أرفعها ووضع الميزان، لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نرقق ونحافظ على صفة التخييم. لأقتلك. نعم. إني أخاف الله رب العالمين. ضالين. ولا الضالين.
ضالين. جيد. هنا فرش عندنا الوصل بين السورتين اللي قلنا ياك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أعيد وجيب قلقلة دي الدال. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. رسالة المعهد مؤسسة تعليمية ومحضن تربوي تعني ببناء وتكوين شخصية مسلمة متزنة متكاملة عن طريق ربط الطلاب بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتخلقا. رؤية المعهد مدرسة قرآنية متنقلة عبر الأجيال. أهداف المعهد: خدمة كتاب الله تعالى تعليما وتعهدا وارتباطا، تلقين التلاوة الصحيحة بالسند المتصل إلى رسول الله حسب الروايات المتوفرة، تخريج أفواج من الحفاظ المتقنين، ربط الطلاب بالقرآن الكريم، تمثل قيم ومبادئ القرآن الكريم. أنشطتنا: تعليم القاعدة النورانية، حلقات القرآن الكريم للرجال والنساء. لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني. وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
لنخرج به حبا ونباتا. رباطات قرآنية لتثبيت الحفظ وإتقان التلاوة والمراجعة. الاحتفاء بذوي الهمم العالية والقدرات على الحفظ من خلال حفلات وأنشطة ترفيهية. الفئة المستهدفة: الأطفال بداية من 4 سنوات، الشباب، الكبار. الرسالة معهدنا، الرسالة معهدنا. الرسالة معهدنا وفي القلب مهجتنا. 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 يا طالب العلم هيا قم وتعال لي.